طب اخد راي استاذ عبد المنعم فهمي في الجزئيه دي، وازاي نتجنب موسم استثنائي جديد على غرار الموسمين اللي فاتوا يا استاذ عبد المنعم، والحلول تكون ازاي باذن الله عشان نشوف موسم جيد حتى في ظل ضغط المباريات بسبب البطولات والمستويات المختلفه يعني. هقول لك على معلومه. اتفضل. المره الوحيده التي بدا فيها الدوري في ديسمبر مره واحده سنه 2013 2014. والغريب جدا ان 2013 2014 اقيم من مجموعتين. هذا الدوري الذي يقيم مجموعتين زي ما بيقول محسن انتهى امتى؟ انتهى في شهر 7. تخيل يعني مجموعتين وانتهى في شهر 7 بعد التصفيات والبطولات اللي هي الداخليه، الفريق يلعب مع مين. المهم ان وصلنا يوم 6/7 تم نهايه الدوري. تخيل فريق اسف دوري من مجموعتين يخلص في 7، طب فما بالك بدوري هيتلعب من كل هذه المباراه 34 مباراه لكل فريق. زي ما قال محسن محتاجين سنتين. وطبعا احنا حتى لو اقول لك على حاجه، احنا يمكن من خلال بحث الدائم في الدوري المصري ومتابعتي ليه، الانتظام بالنسبه للدوري المصري ده حاجه شاذه. يعني احنا في البطولات اللي اتلعبت كلها الملغاه والتي اقيمت، لا يوجد عام فيه حسينا فيه انه تم اعلان بدايه للدوري وتم اعلان نهايه، وهذا لم يحدث على الاطلاق. احنا دايما بنعيش في 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 صعوبه شديده جدا في تحديد الدوري، متى يبدا الدوري، متى ينتهي. طبعا مش عايز اقول لك انه في جزء هنا بيرجع للتضاريس والجغرافيا والسفر والافريقيا غير اوروبا والكلام ده، هو جزء معذورين فيه، لكن في النهايه انت برضو بتحاول تبحث عن حلول لهذا الدوري، لكن مع الاسف لا تجد. يعني ده شيء يعني بكلمك عن تاريخ، بكلمك عن دوريات حصلت قبل كده، وهذا يؤدي دائما بنا ان الدوري المصري لم ولن ينتظم، لان طبعا امور كثيره جدا. طيب. وانت بتشوف الدوري السنه اللي فاتت كان ممكن ينتهي بدري. لكن طبعا مسؤولين كانوا بيتدخلوا تاجيلات والامور دي يعني. بالظبط.